أستاذة ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضلي يسمح. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا أستاذة ياسمين. دلوقتي احنا عاملين حقنا مجهري، وجوزي كان عليه فلوس كتير، خلصنا الحمد لله وربنا كرمني. لا، الصوت مش واضح عشان اسمع السؤال كويس. حضرتك تم حقن مجهري، تمام، وهو عليه فلوس كتير جدا وبيحاول ان هو يسجل عليه. طب هو ليه بيتداين فوق طاقته يا استاذه ياسمين؟ ما هو ما معهوش، واحنا بقى لنا حوالي 12 سنه واكتر يعني. طيب ما كناش عملنا الا لما كان يبقى معانا، يعني هذا قضاء الله وقدره وقت ما يتيسر للانسان. هو حق. طب السؤال المهم هو متضايقين دلوقتي جدا ومنشفها على البيت، او يعني علينا انا والطفل، ويعني خلاص ما فيش ولا مليم بيطلع عشان يحاول ان هو يسدد اللي عليه. فانا دلوقتي على حاجتي انا من فلوسه وبصرفها في البيت وعلينا. فانا دلوقتي بتاخدي من وراه وتصرفي على البيت. بالظبط. انا دلوقتي تسالي على انا يعني حكم ده ايه؟ تمام. طيب حاضر. استاذ سمية. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور، في سورة المائدة كان في بعض الكلمات كده وقفت عليا. قولي لي. كلمة ماء أهل لكم. أهل. ما أهل لكم، تمام. ما أهل غير الله. وكلمة المنخنقة. المنخنقة والموقودة، حاضر. والمتردية والنطيحة. ما ان احنا شرحناهم قبل كده في حلقات الحج، سوره لما كنا في سوره الحج، واحنا ما زلنا بس في وقت زمن الحج. حاضر، شكرا. ماشي. وكنت عايزه اسال حضرتك سؤال تاني. لو انا متورديه وعايزه اتم وضوء تاني، لازم الاستنجاء ولا ده عادي؟ لا يعني انت توضيتي ولم ينقض الوضوء وعايزه تجددي الوضوء، ولا حصل ان ايوه يعني انت متوضيه وهتجددي الوضوء؟ طيب، هل لابد من الاستنجاء؟ حاضر. وموضوع إيه الرضاعة. وموضوع الرضاعة لو انا عايزة اللي هي موضوع ان 30 شهر اللي هي فترة الرضاعة، انك تتميها كاملة يعني. هي هم قالوا 30 شهر وقالوا حولين كامل، رب سبحانه وتعالى قال حولين كاملين. ايوه أيوة. أنا عايز أعرف الحولين الكاملين دول كم شهر يعني. حاضر، شكرا. في حاجة تانية؟ طيب معانا أستاذ رجب. السلام عليكم يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجعل قلبك دائما عامر يا دكتورة. اللهم آمين. وفريق إعدادك المحترم وقناة عن آمين أجمعين. الله يبارك فيكم جميع مشاهدينك يا رب. آمين أجمعين. بدري ما كلمتكش يا دكتورة، والله يوم النهارده عيد بصراحة، اللي أنا كلمتك يا دكتورة. الله يعزك ويسعدك. الله يبارك فيك يا دكتورة. ويجعلك من سعداء الدارين. يا رب يا رب يا دكتورة. ونحن معك يا عندي سؤالين صغيرين يا دكتورة. اتفضل يا فندم. حسم عمارة الجار، والجار اللي بيضر جاره. الجار اللي بيضر جاره. وحسن معاملة الجار. الله يبارك فيك. السؤال الثاني بالنسبة لدكتورة، أنا دائما ببتسم بدون سخرية، والله يا شيخة والله أعلم، يعني دائما تلقيني ببتسم كده دائما يعني. لا أنا مش فاهمة السؤال ده. إن دايما ببتسم بدون سخرية يعني، لله الحمد. يعني وجهك صبوح يعني زي ما بنقول. الله يبارك فيك يا رب، ودائما نجعل المسلمين كده منصوبين يا رب، وعشرين 24 كلنا كده نبتسم كده. اللهم امين اجمعين، والامه كلها يا رب. اللهم يا رب يا رب يا رب، وينصر ضعيفنا يا رب، ويكبر التقصير، وينصر فلسطين يا رب. امين يا رب يا رب. وتحيا مصر بيكم يا دكتور. امين، تحيا مصر في كل وقت وحين يا رب. اتفضل. حاضر يا ست ام تسنيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتوره ندى؟ اهلا وسهلا يا ام تسنيم. انا مبسوطه جدا ان بكلم حضرتك، ده اول مره اخش في مكالمه على الهواء اصلا. يا رب يبارك في عمرك ويحفظك. شكرا لحضرتك. الصحه والعافيه يا رب. انا متابعه حضرتك. امين امين يا رب. امين. اتفضلي يا فندم، انا مع حضرتك. بص حضرتك، انا عندي سؤالين. اول سؤال، انا بنتي عمرها 10 شهور. ايوه. لما باجي اصلي انا ما بخاف اسجد على الارض عشان خاطر يعني ايه، ببقى خايفه حاجه تقع عليها، سلك كهرباء بتاع.
فبصراحه ببقى ايه بصلي واحس ان انا ايه عيني عليها، فده حلال يعني. ده يعني انت ما بتسجديش عشان تبقي بصلها؟ ببقى قاعده على الكرسي وبصلي بس عيني برضو معاها. عشان خاطر برضو ايه ان انا ابقى. فهل الصلاه سليمه ولا لا؟ هل صلاتي كده مقبوله ولا لا؟ حاضر. في حاجه ثانيه يا ام تسنيم؟ والسؤال الثاني كنت عايزه بس اقول لحضرتك، يعني انا دلوقتي لو انا الواحد بيتعامل بنور الله ومراعي ربنا وما بيأذيش حد ويعلم ربنا الواحد بيحب الناس اللي حواليه قد ايه، ومن اقرب الناس لي بيتقال كلام مش حلو كده، فالواحد يعني بيشيل في نفسه. نعم؟ بتشيلي في نفسك. وانت بقى بتسالي اتعامل مع الناس دي ازاي ولا ايه السؤال؟ انا يعني بقول يعني الواحد يعني ده نتيجته عند ربنا، الواحد اعمل ايه؟ شكرا شكرا. هناخد اسئله تانية ولا ايه؟ يا استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي الفاضل استاذ خالد. ازي حضرتك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا استاذ خالد. كل سنه وحضرتك طيبه ودايما بخير يا رب. يا رب اللهم امين اجمعين. بعد اذن حضرتك عندي بس سؤال لحضرتك يعني. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الحجرات: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. فهنا ربنا بيقول يا ايها الناس، هل الـ يعني اكرمنا عند الله اتقانا لو في واحد من ديانه اخرى وبيعمل عمل طاقي يكون مثلا اكرم عند ربنا من واحد مسلم، او الايه ليها معنى تاني يعني؟ حاضر ماشي. ومعلش في سؤال كمان معلش. اتفضل. سيدنا رسول الله بيقول انا مدينه العلم وعلي بابها، يعني انا مش صلى الله عليه وسلم انا مش عارف افهم الجمله دي، يعني لو حضرتك توضحها لي معلش. حاضر. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل ربنا بقى يبارك في الوقت كده نلحق عشان نجاوب على كل الاسئله باذن الله تعالى. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه ياسمين كانت بتسال قبل الفاصل وبتقول ان الزوج عشان يعملوا حقن مجهري كان بقالهم 12 سنه ما خلفوش فاستدان وعليه اصلا ديون كتيره، فبدا يقتر جامد جدا في البيت من اجل القيام بسداد الديون اللي عليه. فبتقول انا باخد القدر اللي يكفيني من وراه، اللي يكفيني انا وهذا الرضيع يعني بالظبط. طيب، هو يجوز بالقدر الذي يكفي للحاجة الأساسية، مش رفاهيات، يعني الأكل الشرب الدواء كده، يعني الحاجات الضرورة بالنسبة لك. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أفتى السائلة اللي جات له في مثل هذه الحالة وقال لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف يا صاحبة السؤال. بالمعروف دي تخليني أبقى يقظة، مش بحوش، مش بجامل بالفلوس دي حد، الأكل والشرب بتاع البيت ضرورات البيت. الأستاذة سمية بتسأل عن قوله تعالى وما أهل لغير الله. وما أهل لغير الله يعني اللي بيدبح على غير اسمه سبحانه وتعالى من الأصنام، فدي من ضمن المحرمات اللي ذكرتها الآية في سورة المائدة. وحضرتك بتسألي على باقي ما وردت في الآية، هناخده تباعا في كل حلقة عشان بس معنا أسئلة كتيرة، كل يوم ناخد لك حاجة يا أستاذة سمية. سؤالك الثاني اللي حضرتك كنت بتسأليه، بتتكلمي عن انك ما بتبقي متوضئة وعايزة تجددي الوضوء، لا يشترط في الاستنجاء ما لم يعني يحدث خروج بول وكده، يعني انا لم يحدث اني احدثت، فليه اروح يتم او ان انا اتطهر تاني وانا ما عملتش حاجة، مجرد ان انا عايزة اجدد الوضوء فقط، فقط روحي جددي الوضوء وفقط لانك لم تحدثي شيئا حتى تستنجي منه صاحبة السؤال اعزكم الله. طيب، بالنسبة للمدة اللي حضرتك بتسألي في الآية الكريمة ومدة الرضاع بالنسبة للمرضع، الحولين اللي ذكرتهم الآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، الحولين هو المدة الأقصى وبنراعي مصلحة الصغير. في مثلا الصغير بيحطوا له أكل بيبتدوا يدخلوا الأكل مع الرضاعة ومسألة بتبقى تدريجية، في لا الصغير محتاج للرضاعة وإتمام فترة الرضاعة، ده كله ما باخدوش قرار فردي معايا ومع والده، بتناقش ومع الطبيبة أو طبيبة هذا الطفل أو طبيب هذا الطفل، بنراجع بنراعي في ذلك مصلحة الصغير بناء على المعلومة العلمية بالنسبة لي في تخصص هذا الرضيع، إيه الفايدة له، إيه الصح بالنسبة لي بالنسبة لهذا الرضيع. بالنسبة لي
سؤال الأستاذ رجب وبيتكلم عن إيداية الجار، وإحنا يمكن أعتقد في حلقة الرد على الأسئلة كنا تكلمنا عن هذا الموضوع، وعندنا أحاديث يعني تضافرت، وعندنا كم كبير من النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، من أقواها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كتر ما وصى سيدنا جبريل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بالجار وحقه. هو وصى بالجار يعني وصى بحقوق الجار، إن إحنا نؤدي، ينصح الأمة بالقيام بحق الجار، وإن إحنا الإنسان يراعي الآداب، آداب الجيرة، وإنه له من الصلة بالإنسان ما كاد يكون كأنه سيورثه. فده وغيره من النصوص. وقلت قبل كده أنه إيذاية الجار كبيرة من الكبائر. ليه كبيرة؟ لأنه الشرع الشريف شدد في التحذير في هذا الأمر. وإحنا بنعرف من ضمن ما نعرف به أن اقتراف هذا الذنب أو غيره يعد كبيرة من الكبائر، لما بلاقي الشرع الشريف بيشدد في التحذير، بيكثر من الوصية، بيؤكد على حق الجار أو على حق من يريد أن يؤكد حقه، فنسأل الله السلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا إنه الإنسان إيمانه مش إيمان كامل، ذلك الذي لا يأمن جاره بوائقه، نسأل الله السلامة. بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني أستاذ رجب، بتقول أنا دائم الابتسام، فهل وأنا ما بقصدش تريقة ولا حاجة، يعني مين اللي قالك إن حضرتك تقصد تريقة أو إنك بتستهزأ أو بتسخر؟ زي ما قلت لحضرتك وجهك صبوح بالابتسامة، وأهل الإيمان كده، وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كان يشوفوه يقولوا: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده من الهدي النبوي الكريم، إن الإنسان يعني يبتسم، ولما يعامل الناس يبتسم في وشوشهم، إن هو يكون هين لين سهل. ومن ضمن أمارات المؤمن الابتسامة في وجوه من يعامل الناس، فدي صدقة لو أنت حضرتك نويتها. ده أنت أي شيء نويته أنك بتعمله خالص لوجه الله الكريم، وتكون نموذج طيب في المجتمع اللي أنت فيه، على طول بتحول العادات لعبادات، وتبقى صدقة لك بهذه النية الطيبة. واستمر على ما أنت عليه من أنك دائم الابتسام أخي الفاضل، اقتداء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتطمينا لأفئدة من يراك من الناس، وهي حسن معاملة لخلق الله أجمعين. زادك الله حرصا على الخير أستاذ رجب. ست أم تسنيم بنتها 10 سنوات بتخاف إنها تسجد أثناء الصلاة، وإنها ما تبقاش شايفاها وهي بتصلي، لأنها لو سجدت ربما يحجبها السجود عن متابعة هذه الصغيرة، فهي لا تسجد وبتسجد بطريقة معينة بحيث إنها تبقى عينيها على بنتها. يعني لابد من الإتيان بالشروط والأركان صاحبة السؤال. يعني اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش، لانه لا يجوز ترك السجود لهذا السبب. اقدر اخد بنتي، والنبي صلى وهو يعني عليه الصلاه والسلام يحمل حفيدته صلى الله عليه وسلم، فصلي وانت شايلاها، اذا كان ربما القلق يعتصر قلبك او ربما يشوش عليك في التركيز في الصلاه، لكن انا اترك هذا الركن بهذه الطريقه الوارده عن حضرتي عليه الصلاه والسلام لا يجوز على هذا الحال اللي حضرتك ذكرتيه صاحبه السؤال. بتتكلمي على إنه الإنسان ربما يعامل ناس ويجد الناس دي بتسيء معاملته، وبعد كده يبقى شايل في نفسه منهم، مش عارف يعاملهم، هل له أجر؟ طبعا لك أجر. النبي عليه الصلاة يعني الأجر على كل إذاية الإنسان بيتعرض لها. ده النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل والمثال بالشوكة، يشاكها الشوكة، أي شيء يعني تأرقك أو يعني توجع الإنسان ولو يسير، هو فيه يعني الشوكة هتوجع الإنسان قدر قد إيه؟ إيه كم الألم اللي هيتعرض ليه من شوكة يشاكها العبد؟ النبي يقول: إلا غفر له، وما من شوكة يشاكها العبد إلا وغفر له. فلك أجر. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل أو خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداه. لأني بأخالط الناس وأصبر على الأدى ولا أرد الإساءة بمثلها، وأعفو وأصفح وأحتسب الأجر عند الله، فأحتسب صبري على أدى هؤلاء وحسن معاملتي إليهم أجر مدخر لي عند الله. والإنسان يعالج الأمور، يبقى سلاحه الدعاء والصبر والحكمة والتغافل.
نسأل الله السلامة. ويا أستاذ خالد هنرد على سؤال الحجرات اللي حضرتك سألته والحديث اللي حضرتك تفضلت بيه غدا إن شاء الله تعالى.